السلام عليكم، كدير اخوتي لاباس عليكم بخير؟ تكونوا ان شاء الله كان بخير وعلى خير. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا، ما تنسوش اخوان من اللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم لهذا الفيديو هذا ان شاء الله. الى نبداو الفيديو الاخوان، جيناكم بالاخر دابا. هذا الفيديو هذا غيكون واحد الخلاصه ديال الفيديوهات كامل اللي درنا، وخاصه في هذا الوقت هذا. سمعوا الحولي، الموضوع ديالنا على الحولي. تصوروا ان قال كفيل يدخلوا الاكباش، ماشي حوالي الاكباش ديال اسبانيا. بغينا نعرفوهم في كاينين باش نمشيو حنا نشريوهم. اما كاينينش، ويلا كانوا عرفت شحال دايرين؟ ولا دايرين 3000 درهم. دايرين 3000 درهم. انا البارح مشيت سولت على حل واحد الكراج تحدانا، مشيت تنسول تقريبا واحد 6 ولا 7 الكراجات، وعاد عاد نفعتني في الزنقه في واحد الباحه كبيره. شنقول لك؟ اللي كتحط عليه يدك تيخلعك. وتصوروا واحد الحولي انا اللي ضرني في عقلي قال لك 140000 ريال. عرفتي كي داير؟ كله مشحم، عضومه فيه، العضومه. قال لك 140000 ريال. بقينا ما بقينا ما بقينا ما شحال حيدنا ليه؟ حيدنا ليه 1000 درهم. والو 1000 درهم تحيدات. واخا ديك 1000 درهم جاني غالي، وغالي بزاف. حاليا المواطنين كاملين تيتشكاو من هاد الحاله هادي، من هاد النقطه هادي كيتشكاو منها. تصوروا ان السوق ما كاينش الحواله. ما كاينش الحواله، ما كاينينش. حتى دوك ديال اسبانيا اللي دخلوا من اسبانيا ما كاينينش. كاين بزاف تيقولها في الاسواق. وانا حاليا البارح كيف ما قلت لكم مشيت نقلب في الحوانت اللي حدايا هنايا، ما كاينش الحولي اسباني، كاين المغرب، ولكن الثمن طالع. كتقول له علاش؟ تقول خويا راه العلف غالي، يعني علفناهم فلوس صحيحه. قلت ليه شنو؟ قلت ليه هانتوما خسرتو فيهم فلوس دابا، ولكن الا ما بعتوش غتوليو خاسرين اكثر، لانكم غتشدوهم غترجعوهم عاوتاني، غادي تعطوهم عاوتاني تعلفوهم عاوتاني. يعني هنا كاين واحد المقارنه اللي عجيبه. هنا كنطلبوا من الحكومه، ديال السي اخنوش، انهم يخرجوا يقلبوا. يعني راه مازال الاثمنه طالعين، يعني واخا دخلوا الحواله ديال اسبانيا، والحواله ديال اسبانيا براسهم حتى هما غاليين، وفي بعض المناطق وحده اخرى الحواله ديال اسبانيا دايرينهم بالكيلو. وحماق تسطع، شاري حولي ب 800 درهم ومدخلو المغرب، باش انه الا تباع بواحد 1000 درهم، 900 درهم، 950 درهم، 1000 درهم كاع يزيدو، يوصلو حتى 1000 درهم مزيان. الحول اللي مدخلينهم هما ب 800 درهم ساوي 3000 درهم. دابا ساوي 3000 درهم هاد الحولي هذا. واش ماشي الحماق؟ والله اقسم لكم بالله كنعرف بزاف ديال الناس، والله ما غادي يعيدو، حق الله العلي العظيم، بزاف ديال الناس والله ما غيعيدو. كاين الاسباب متفرقه، كاين اللي ما عندوش مسكين، كاين اللي عنده مسكين فلوس الكرا، الفلوس اللي غيشري بها حولي غيمشي يعطيها لمون الدار وهو يبقى بلاش، يدخل غير لدارو غيفت عليه، ما كاين اللي غادي يدق عليه يقول ليه واش عيدتي ولا ما عيدتيش. صراحه هاد العيد ماشي سنه مؤكده، يعني ماشي ضروري خصك تشري. الرساله اللي بغيت نوجهها لكاع الناس اللي يتفرجوا في هذا الفيديو هذا، ما تزيروش على راسكم، يعني واخا ما تعيطش ماشي مشكل، غتمشي تشري شي الحيمات وهكا. وشوفوا نقول لكم واحد النقطه، ربي ما تيبغيش الواحد، خاصه في هذا العيد هذا، في عيد الاضحى، ما تيبغيش الواحد انه يمشي يتسلف من البنكه يهز واحد مليون، ولا يهز 100000 ريال، ولا يهز 60000 ريال، ويزيد عليه عاوتاني في ليزانتيري، البنكه تزيد عليك، ومن بعد شنو؟ انت كاع شتي خديتي فلوس من البنكه، شريتي الحولي، انت كتاكل فيه وديما البنكه تفكر فيها، ولكن هذا اللي غيمشي يهز الكريدي من البنكه، خصو ضروري يكون خدام، وكاين الناس ما خدامينش عباد الله. والله تا كنعرف ناس في الدومين ديالي انا، في سيرفيس ولا في لاكويزين، كاينين بنادم حاليا غير مريحين، ما خدامينش. ملي غيمشي للبنكه يبغي يهز كريدي ولا شي حاجه ما غيعطيوش. هنا كاين واحد النقطه صراحه، لا اله الا الله محمد رسول الله. بنادم شنقول لكم، ما عرفتش هذا العام هذا السوق
العافية ساهلة بزاف، واخا وبقرة بقرة شير بقرة وما تشريهاش بالثمن ديال الحولي، فهمتوني؟ هاد العام هذا اللي كتسولو تيقول لك علاش، كتقولي علاش الغنم غالية، تيقول لك العلف. والحمد لله راه طاحت الشتا، طاحت الشتا وكل كاين الخيرات، كاين كلشي، ما عرفناش حنا كلشي غالي، السلعة غالية، كلشي زادوا فيه، ما فهمتش. أنا بغاش هاد النقطة مبغاش تدخل لي لعقلي، أنا بغاش تدخل لي لعقلي. الحولي اللي تقلبو تيقول لك 4000 درهم 3500 درهم، كيقول لك عطاو 3500 درهم وبشحال باغي تبيعوا افيد؟ سمعوني، عطاو 3500، وملي كتجي تشوفوا والله ما يساوي داك الثمن ديال 3500 درهم. باش نعرف شكون هاد اللي مريض اللي عطى في داك الحولي 3500 درهم وما داهش، تقول لك انا طالب فيه 3800 3900 درهم، بزاف راك ديتي اكثر. واخا يكون كتوكلو الكفته، توكلوا الصوصات، توكلوا ليه انت هذاك العام كامل وما يجيبش داك الثمن. ما عرفناش صراحه. خاص المراقبين يدوروا ويدوروا، خاص المراقبين يدوروا على صحاب الحوانت ويدوروا على صحاب الاسواق الكبيره، بزاف اقسم لكم بالله خوتي تا بزاف وحق الله العظيم اللي تيبقى فيه. كنشوف ناس خارجين تيبكيو في يوتيوب، تيبكيو ما عندهمش مساكن، ما عندهمش باش يعيدوا، بالرغم من بعض المحسنين مساكن اللي دايرين المجهود ديالهم كيتفاراو اجي شنو هادي مالك اه كيفرحوا مسكين بحولي. كاين مسكين الكرا كما قلت لكم في الاول، الكرا الواحد ما قادش باش يخلصو، كاين اللي غيخلص الكرا وما غيشريش الحولي. كاين كاع التالا شرا الحولي، الحولي ولكن ما عندوش فلوس الاقامه ديالها. زعما خوتي وعتروس اجي اجي ما مشينا بعيد، وعتروس عباد الله، عتروس ساوي 1500 درهم. اه عتروس انا سولت على البارح ساوي 1500 درهم. ملي عتروس ساوي 30000 ريال، الحولي شحال يساوي؟ صراحة شي الا مشينا على حساب هاد المنوال هذا، المغرب هرب بزاف وحق الله، لا حتى المغرب هرب بزاف. كل كانت غير كل كان غير واحد خدام ودير له واحد الصالير زويون راه موت بخير، كتلقاه خدام مسكين خدام ب 1000 درهم، خدام ب 2000 درهم، بزاف والله حتى بزاف الخوت وحق الله العظيم. كاين اللي مسكين ما كيلقى ما يجيب الاولاد وما ياكل في النار. دابا تصوروا معايا شي فرحان معيد وشي مسكين كاع ما معيدش، شنو كاين مسكين سد عليه غير بابو والله ما تعرف واش معيد ولا معيدش، وكيشم في الدخاخن. وعاد حنايا حنا المغاربه فينا واحد الحاجه اللي خايبه، كناكلوا الحاجه ونصوروها ونحطوها في مواقع التواصل الاجتماعي، علاش حنا راه عيدنا؟ كاين مسكين اللي ما معيدش. كنطلب من اي واحد وصل لهاد المرحله هذه ما تحطوش شي حاجه انكم درتوها ما تحطوهاش، اه فرحوا، ولكن كاينين ناس اخرين مساكن ما معيدينش وحق الله العظيم الخوت. انا ما نكذبش عليكم كنشوف شي حوايج والله انا كنتدمر وحق الله حتى كنتدمر. كتشوف مسكين ما قاد يشريتها وريفه ديال الزيت خبز ما قادش يشريها. خوتي هنا كيكون سالي الفيديو ديالنا، ما تنساوناش من البارطاج ديالكم ومن اللايكات ديالكم، راه كيهمونا التعاليق ديالكم بزاف. وكيف ما وعدتكم يوميا ان شاء الله فيديو جديد، وتهلاو ليا في راسكم.